بمناسبة شهر رمضان المبارك، تنظم القناة الثانية بشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مباراة في تجويد القرآن الكريم في دورتها 13 عبر أرجاء المملكة. أبواب المشاركة مفتوحة لفئتي الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 سنوات و20 سنة. الدار البيضاء بالمجلس العلمي الفداء درب السلطان، دار المتر جوج زنقة 12، الدار البيضاء قرب حديقة لرميتاج.